مشوارها لحد الآن. الجزائر بصدد تقديم كرة قدم جميلة، وكما قلت لنا قبل عام لم تكن الجزائر متأكدة من تواجد بكأس العالم، واليوم تلعب في هذه المنافسة كبيرة وتقدم أشياء جد جميلة. هل شاهدت لقاء الجزائر وكوريا الجنوبية؟ نعم، لقد كانت مباراة جميلة ومليئة بالأهداف. ماذا يمكن أن تقول لنا عن اللاعبين الجزائريين؟ احتفظ بشيئين مهمين، لديكم فريق يجيد اللعب ككتلة واحدة، وهو ما يدل أن هناك عمل تم القيام به في التحضيرات. المنتخب كله لعب بشكل جيد أمام كوريا الجنوبية، وإذا وصل بهذه الطريقة يمكنه فعل شيء ما في المونديال. هل تعتقد أنه يتوجب علينا مواصلة اللعب بطريقة هجومية أمام روسيا مثل ما فعلنا أمام كوريا الجنوبية، أم من الأحسن البحث عن التعادل الذي يمنحنا التأهل للدور الثاني؟ أمام كوريا الجنوبية شاهدت فريقا يبحث عن اللاعب الجميل مع تسجيل الأهداف، والأمور سارت بشكل جيد، ولا أرى داعيا لتغيير هذه الطريقة، بل يجب اللعب بالطريقة نفسها والفلسفة نفسها. رونالدو وصف الهدف الجزائري الرابع بهدف لعبة، ما رأيك؟ رونالدو لم يكن مخطئا في وصفه لذلك الهدف، لقد كانت لقطة رائعة للغاية وانتهت بهدف جميل، لقد أعجبني ذلك الهدف حقا. لنتحدث الآن عن المنتخبات الأخرى، ما هي الفرق التي تعتبرها مفاجآت المونديال؟ المفاجأة الكبيرة بالنسبة لي هي منتخب كوستاريكا الذي تألق وحقق التأهل في مجموعة قوية للغاية، بالإضافة إلى الشيلي التي كانت على علم مسبق أنها تملك منتخبا يضم في صفوفه خيرة اللاعبين. وحسب رأيي الفرق ستبقى نفسها بعد الجولة الأولى من المنافسة. ما تعليقك عن إقصاء المنتخب الإسباني؟ بالنسبة لي المنتخب الإسباني خيبة أمل كبيرة في هذا المونديال، وبدرجة أقل المنتخب الإنجليزي لأنها لا تملك مجموعة قوية، لكن إقصاء إسبانيا من الدور الأول مفاجأة كبيرة بأتم معنى الكلمة. وما قولك عن المنتخب البرتغالي؟ البرتغال لم تكن محظوظة على الإطلاق، لأنها واجهت المنتخب الألماني القوي في المباراة الأولى وانهزمت أمامه برباعية نظيفة أثرت كثيرا على معنويات اللاعبين، والآن ما عليها سوى التضحية لحفظ الشرف أمام غانا مثل ما فعل المنتخب الإسباني أمام أستراليا. يقال أن البرازيل موطنك لم يقنع بأدائه حتى بعد فوزه في المباريات الثلاث، هل أنت موافق على ذلك؟ صحيح، لكننا في كأس العالم ومنافسة من هذا الحجم المهمة تكون فيها صعبة للغاية. المهم أن البرازيل تفوز وتسجل أهدافا كثيرة رغم الضغط الكبير الذي يشعر به اللاعبون. ما تقييمك لمشوار المنتخبات الإفريقية؟ شعرت بخيبة أمل بسبب أداء المنتخب الكاميروني لأنه يملك مجموعة قوية، ولا أعلم ما الذي حدث بالضبط داخلها، وحتما حدث أمر غير عادي داخل هذه المجموعة، وسنرى إن كانت المنتخبات الإفريقية الأخرى ستتمكن من التأهل إلى الدور الثاني. ما هو المنتخب الذي تتمنى أن يفوز بكأس العالم؟ قبل انطلاق منافسة كأس العالم تمنيت أن يفوز بها المنتخب البرتغالي، لكن اليوم أتمنى أن تتوج بها البرازيل طبعا. شكرا لك دييغو على الوقت الذي منحته لنا. لا شكر على واجب، وأبلغ سلامي إلى كل